مرحبا من جديد متابعينا، مرحبا بكل الناس اللي انضمت لمتابعتنا في الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامج أم درمان. اليوم وصلنا لفقرة المبادرات، وهي فقرة بنسعد جدا بأنه نقدمها من خلال هذه المساحة المسائية. وفي معيتنا اليوم منظمة سامي الخيرية، أو منظمة سامي التنموية، أو منظمة سامي الشبابية، باعتبار أنها هي بتضم عدد كبير جدا من فئة الشباب في العمل الطوعي والعمل الخيري والعمل التنموي. مرحبا بك أستاذة رؤى أحمد العبيد، وأنت أمينة مكتب شؤون تجمع المرأة. مساء الخير عليكم، نور شاشة قناة أم درمان. شكرا لاستضافة برنامجكم. شكرا لك أستاذة رؤى، سعيدة بحضورك. وأنت أمين شؤون مكتب تشجيع المرأة بالمنظمة اللي هي منظمة سامي الخيرية الشبابية. والبداية تعريفية بالمنظمة، البداية والنشأة والتأسيس وعديد الأهداف اللي بدها المنظمة. أصلا هي بدأت كأي منظمة، إنه مجموعة من الشباب أو مجموعة من الناس بتتجمع بيكون عندها فكرة. إحنا كانت الفكرة بتاعتنا إنه نرتقي بالشباب بتاع الشباب السوداني، وإنه نصلح الحاجات اللي إحنا بنشوف في المجتمع في حاجات غلط كتير، وإحنا بنحاول إنه نصلح الحاجات الغلطة اللي بنشوفها في المجتمع. كان مجموعة من الشباب تلموا، هم تقريبا معظم المنظم من شباب جامعة الخرطوم، لمتهم الجامعة تلموا مع بعض، بتونسوا مع بعض، ونس الجبنة إنه والله المشكلة الفلانية، المشكلة الفلانية، المشكلة الفلانية. الشباب تجمعوا، طيب نعمل مبادرة، عملوا مبادرة. بعدين جاءت فكرة الاسم سامي. هو ما قبل الاسم أستاذة رؤى قلتوا أنتوا بتحاولوا تعالجوا في الحاجات الغلط اللي بتشوفوها في المجتمع، زي شنو تحديدا مثلا؟ هسه آخر فترة كان شغل المنظمة كله مكثف على قضية السلام، إنه إحنا عايزين نعمل سلام ونسمع السلام، وقعوا السلام، اتفاقية السلام. فعايزين إنه نصلح فهم المجتمع عموما للسلام، إنه السلام ما بس إنه بس حركات مسلحة، وإحنا لا، السلام سلام فيما بيناتنا، سلام بين شايق وجعلي، سلام في الناس في الأسرة نفسهم، سلام بين الأخوان، يعني دي مفهوم، أو حتى سلام نفسي. أي جميل. SAMY صح؟ أي سامي. أي زول بيقرأ الاسم بفتكر إنه ده مدير المنظمة اسمه سامي. لا، الاسم هي سامي، منظمة سامي من سما يسمو، فإحنا عايزين نسمو بالشباب، إنه نسمو بالقيم بتاعتنا حتى إنه نبقى مجتمع سامي. دي الفكرة بتاعت الاسم. فالنشأة بتاعت المنظمة زي ما قلت إنه بدأت كمبادرة عادية. كان أول شغل لها كان في بشينا زيارة لاستراحة أطفال السرطان، أخذنا معنا ألعاب ولعبنا معهم وتصورنا معهم. ثاني كان عندنا مبادرة، هي كان مبادرة جديدة من نوعها، اسمها مبادرة تعليم ستات الشاي اللغة الإنجليزية. فهي بتشاف حاجة غريبة، لكن إنه الفكرة جات من واحد من الشباب، إنه في ناس يعني كده تفكيره إنه يعني بيشوفوا إنه هم أقل شوية أو كده، تمام؟ فإحنا حاولنا إنه نساعدهم نفسياً، إنه نعلمهم حاجة توري المجتمع إنه إحنا زيكم وممكن نكون أحسن منكم فعلياً. يعني حتى يعني أنا بس سؤالي لك في الجزئية دي أستاذة رؤى، إنه ليه اخترتوا ستات الشاي تحديداً؟ يمكن معظم شرائح المجتمع هم محتاجين لتقوية اللغة الإنجليزية تحديداً، كبار ولا صغار بتدعمنا في حياتنا، ليه اخترتوا الشريحة دي بالذات؟ الشريحة بتاع ستات الشاي هي يعني تعتبر واحدة من الشرائح الضعيفة في المجتمع بتاعنا، وانه احنا محتاجين يعني ندعمهم. يعني هي في واحدين بتجبرهم الظروف، صحيح، فبتكون هي نفسيا ما مرتاحه وكذا. فلما احنا علمناهم الانجليزي، كان اخر واحده خالته قسمه دي اشتغلنا معاها لحد ما وصلت انه بقت عادة تتخاطب مع الناس. سلام. فكان يوم من المرات واحد من الشباب ده موقف الحلو المبادره، انه كان قاعد معاها وقال لها خلاص انا لين حاعمل لك تيست انه انت تخرجت وكذا. فكان في مجموعة من الشباب قام قال لهم عينه ممكن أطلب منكم طلب؟ قال لي تفضل. قال لهم ممكن تمشي تتكلموا مع خالته دي بالإنجليزي؟ كلهم إحساس نعم، هتعرف إنجليزي من وين وشنو. فقام قال لهم أنتوا جربوا، ما مشكلة تجربوا، خسران شيء؟ ما شو جاء هاي هاي هاو ار يو، طبعا هم انبهروا شديد، فاين هاو ار يو. بعد شوي قامت قالت لهم انه اقدم لكم تي اور كوفي، السكر قد شنو، هم بقوا مبهورين. وفي نفس الوقت هي اليوم ديك انه احساس حست انه بالقوه، انه احساس جميل، زياده الثقه حتى في روحها. وعلى فكره ممكن هي تكون ذاتها معينه وتكون هي جزء من تعليم،
زولة غيرة أو حتى عيالة في البيت تقدر هي تضيف لهم اللغة الإنجليزية وتكون زولة واثقة من نفسها، وحتى اللغة الإنجليزية ممكن تفتح لها أبواب تانية بالإضافة لعملك كست شاي، ممكن تقدر بالشهادة الإنجليزية تتوظف أي وظيفة كانت هي راغبة وطامحة فيها. فمن الصراحة من المبادرات الجميلة والذكية جدا. شنو بالإضافة للمبادرة دي؟ تاني بعد المبادرة دي كان عندنا مشروع كسوة، إنه بنجمع ملابس وبنوزعها. كان آخر العيد الفات مع كورونا وكذا ما قدرنا اشتغلنا، العيد القبلي كورونا كان جمعنا حوالي 2500 كسوة ووزعناها للأسر المحتاجة. بعدها كان ياهو قبل أنا رجعت 2019 قبل الثورة الكلام ده، فكانت البداية الحقيقية للمنظمة مع الثورة، إنه كان كلنا سمعنا بفضل الاعتصام وتخريب جامعة الخرطوم والحصل الدمار حصل فيها، فكانت الجامعة رفعت شعار إنه تأهيل جامعة الخرطوم. فكانت المبادرة من أول المبادرات اللي مشت وتشجعت، وإنه قالت إنه إحنا حنشارك معهم. بدوا من أول يوم أكثر من شهر كامل، الشباب من أول من الصباح مش الجامعة لحد آخر اليوم، لحد ما الجامعة رجعت زي ما هي أو أحسن مما كانت، لدرجة إنه بعد ما انتهت الجامعة وتصلحت ورجعت الدراسة، دكتورة فدوى كرمت المبادرة بالجهد اللي هي بذلته معاهم، إنه يعني الشباب كل يوم أكثر من شهر كامل. شنو الحاجة اللي كنتوا بتعملوها؟ شنو يعني؟ كل الحياة، إنه الجامعة كانت مدمرة دمار شامل، بدينا من النظافة، من البوهية، من أي شغل، إنه إحنا بنجي من الصباح بنجي للتيم اللي عايز الشغال، بنقول لهم إنه الليلة عندكم شنو، الليلة مثلاً عايزين نمسك المبنى ده عايزين نصيره، بنبدأ من الأول نشيل الحاجات المكسرة وكده، بعدين نبدأ ننظف، بعدين نضرب بوهية، أي حاجة كنا بنشتغلها. بتلقوا المواد من وين؟ هل هي شراكة بين المتطوعين ولا في دعم مادي من جهة معينة؟ هو أيام المبادرة كانت الجامعة هي اللي بتوفر المواد، لكن بعد غير إنه مبادرة تأهيل جامعة الخرطوم باقي كل المبادرات اشتغلناها كان كله من الأفراد، إنه حتى بيلموا بيدقوا شير وكذا. إنه جميل. رؤى، في كثير من المنظمات أو المبادرات التطوعية بتشتغل يعني أعمال متشابهة، يعني كسوة الشتاء بيجي رمضان بتكون في حقيبة رمضان، بيجي مثلا حسب يعني الوقت اللي فيه حاجة، في كل مبادرة بتشتغل براها. فأنتوا شنو الحاجات اللي بتميزكم كمنظمة سامي في أنك أنتوا بتشتغلوا حاجة هي ما تقليدية، يعني هي فيها دعم؟ أيوة، لكن عندكم من التمييز يعني اللي واضح معانا على الشاشة دي مبادرة الشتاء زي ما هنا ظاهر في الشاشة، كنت تتكلم عنها من أعمالكم ومبادراتكم. الكسوة هي ما أقول لكم إنه فكرة جديدة، لكن عندنا أفكار تانية اللي كنت هتكلم عنها، كنا إنه بنحاول ندخل حاجات جديدة وكده. عندنا كان بعد ما المنظمة تسجلت، المبادرة تسجلت كمنظمة في مفوضية العون. أيوة. كان شهر ديسمبر 2018 آخر منظمة تسجلت. بعد ما تسجلت المنظمة من هنا، معليش أنا ما عايز أقطع كلامك، لكن نخلي السادة المشاهدين معانا تعليقاً على الصور اللي إحنا بنشاهدها سوا. دي صورة كان ورشة من الورشات التنميرية في المكتب بتاع الوومن انفورمنت، إنه كنا بنتكلم عنه إنه حقوق المرأة والاضطهادات، وبنتفاكر مع بعض إنه الحاجات اللي إحنا عايزين نعالجها وكده. أنا شايفة تركيزكم على المرأة أكبر، بما إنك أنت أمين مكتب شؤون تشجيع المرأة، فبالإضافة للمبادرة اللي أنتوا خصصتوا بها شريحة الستات تحديداً أو ستات الشاي، فليه تركيزكم أكبر على المرأة تحديداً؟ إحنا عموماً يعني في المجتمع السوداني ما أعمم، لكن الغالبية حتى إنه كان جزء من الشغل اللي اشتغلناه في المكتب كان عملنا زي فيديو استبياني. أنا ومعي صاحبتي لفينا في السوق، كنا بنصور وبنسألهم أسئلة بسيطة جداً، يعني إنه عايزين نعكس للناس انطباع، لكن مع الأسف الفيديو ما جبته معي. بنسألهم طيب فكرتك شنو عن المرأة؟ إنه بتشوف إنه هي بس تقعد في البيت، قال لها حقوقها، تكون هي عارفة حقوقها. أنا بتذكر كان واحد من الأسئلة اللي سألناهم لزول لحد الآن أنا متذكراه، قلنا له هل أنت يعني متخيل إنه يوم من الأيام حنعيش في السودان
تبقى رئيسته مرأة؟ جوابه بكل بساطة لا. وانا طيب ليه لا يعني ليه ليه دون حتى تفكير؟ لانها مرأة. طيب وهل تصير شنو يعني؟ والله قلنا ليه لا، قال بس هي ما حتقدر يعني ببساطة، بس هي ما حتقدر. يعني في ناس تانيين كانوا بدور ولينا مثلا هي عندها دور في البيت وكذا، يعني اذا بكون ضغط. في واحد قال لنا والله انا لو مشيت ولقيت مصوتين يا هو راجل ومرأة ولقيتها هي افضل، لا لقيتها هي افضل انا حصوت لها ما عندها مشكلة. ممتاز، انت رايك شنو؟ رأيي إنه ما نحكم على الناس إنه من أنت الجندر بتاعك إنه أنت رجل ولا مرأة. الأفضلية ما كده، الأفضلية بالشغل بتاعك، إنه عادي بنلقى ناس عندنا هسا وزيرات في دول عندهم رؤساء بالدول دي اللي عندهم رجال، لا لكن هي لأنها أفضل منهم الأكفأ أكفأ منهم. بالضبط كده. العمل الطوعي في السودان بتواجهه كثير من الصعوبات، ويمكن نكون إحنا عارفين جزء منها. منظمة سامي شنو من الصعوبات اللي واجهتكم وقدرتوا انكم تتخطوها وتمشوا لقدام؟ والله هي شويه الصعوبات اللي بتلاقينا انه مرات الناس اوقاتها بتتضارب. يعني مثلا نقول الليله احس انه كان عندنا المفروض نكون الاسبوع اللي فات اشتغلنا شغل تبع ياهو المكتب بتاع المراه انه نعمل زيارات لحتات مختلفه وكذا، فكان كل مره نرسل لهم اوكي يلا نمشي، واحده تقول انه انا مثلا عندي امتحان، انا مسافره، انا كده. فلانه الناس لما تكون انت لامي ناس من فئات مختلفه بصعب تلمهم في نفس الوقت انه تمشوا نفس الحته وكده، فالدي صعب شويه. في ثاني صعوبه والحمد لله انه ما لاقتنا، انه كان قبل كده اشتغلت مع مبادرات ثانيه اللي هو الدعم المالي، انه دي اكثر مشكله بتواجهنا المبادرات انه عايزه لها دعم مالي. في الحمد لله انه هي المنظمه يعني اللي هم الناس الكبار فيها هم يعني ناس شغالين، فهم بيدعموا المنظمه من جيبهم. يعني انه بدوها المنظمه من جيبهم. يعني حتى انا حتكلم ثاني عن فريق سامي للسلام بعد شويه حتكلم عنه. ده كله جايبين به الناس بتاعين المنظمه دافعين كل حاجه، هم يعني كل التكاليف عباره عن شنو التكاليف هي؟ طيب امشي بالسلم الزمني عشان نصل لل اوكي. فبعد ما تسجلت المنظمه والشغل بيه كثير، فقلنا انه نخلي الشغل مغنن يعني كده فوكس شويه، فقسمنا المنظمه لمكاتب اللي هو اكثر مكتب كان شغال 2020 مكتب السلام. ليه مكتب السلام كان شغال 2020؟ اول حاجه لانه كان القضيه المحوريه في بلدنا هي السلام. قرعا كده في احنا كنا شغالين بالبنود بتاعت الامم المتحده، فهم عندهم بنود الامم المتحده للتنميه المستدامه، هم 17 بند فكل سنه بتركز على بند معين. أيوة فكان سنه 2020 خدتوا اعلان السنه السلام، فلان المنظمه هي منظمه مواكبه للعالم وكده، فقالت انه اكثر شغل حنشتغله شغل السلام. فالسلام لما خدتوا انه خلاص احنا الفكره بتاعتنا انه حنشتغل على السلام، طيب حنعمل شنو في السلام؟ بالضبط. فكان التحدي هنا، فمن هنا جاء الفكره انه فكره حاجه اسمها الصوره ما جايبينها فريق سامي للسلام، اللي هو عباره عن اللي هو ده اللي معانا على الشاشه. أي. اوكي ده فريق سامي للسلام اللي هو عباره عن فريق بتاع كره قدم عادي. تمام. الفكره من الفريق سامي للسلام انه شنو؟ انه الفكره جات انه الرياضه ما بس يعني انه انت تلعب وخلص، الرياضه دي فيها حاجات ثانيه، رسائل فيها رسائل. فكان أيوه. الرساله بتاع فريق سامي انه الرساله بتاعتهم السلام، فكان انه اللي هو فريق المنظمه بيمشي بيلعب مع فئات مختلفه. كان اول البدايه اللي هو اللعب مع فريق من جامعه افريقيا كله كان ما سوداني كله اجانب. فقاموا قال لهم احنا وانتو الفرق شنو؟ نلعب سوا. تمام. الشباب سلموا على بعض ولعبوا وتونسوا، بعد ما لعبوا بقت في علاقات بيناتهم، اخذوا ارقام بعض. فدي فكره السلام انه انت تعمل علاقات مع الناس وتتسالم معهم. يعني اول قبل كده انت ديلك حيكون عندهم حاجز نفسي انه احنا ما سودانيين، وديل حيكون في حاجز نفسي انه دين ما سوداني. على فكره من الذكاء اختياركم حتى لكيفيه تنفيذ الفكره او توصيل الرساله. بمنتهى البساطه انتم استخدمتوا يعني لعبه او كره القدم اللي بيتفقوا عليها الفكره ما بتجي لزول. بالضبط كده. فيمكن ده اللي بيميز منظمه سامي، يعني اختياركم لافكار
وبتنفذوها وببساطه الرساله هي بتوصل. فبالتالي السلام انتم فعليا انزلتوه على ارض الواقع بكره قدم. غير عن انه اللي كان لعبوا في حتات مختلفه في احياء مختلفه وجابوا ناس من قبائل مختلفه يلعبوا مع بعض. غير عن كده كان تاني انه فريق سامي ما بس للعب كرة القدم، انه كنا ما جايبين الشعار بتاع الفريق نفسه، القميص بورا مكتوب سكات صوت السلاح. كنا بنمشي بعد ما الفريق لعبوا كده بنمشي لناس كان عندها دور في السلام وبنديها القميص هدية. انتوا ساعدتونا في السلام. كان واحد من الناس اللي مشينا ليهم اللي هو الوزير الجديد ووزير السلام، مشينا له والتقينا به وشكرته المنظمه انه شكرا لك انت كنت وزير السلام واول وزير سلام في التاريخ السودان. ما كان عندنا وزاره اسمها وزاره السلام. واديناه القميص هديه اللي هو التيشيرت بور مكتوب فيه اسكات صوت السلاح منظمه سامي. وبكده منظمه سامي قدرت توصل رسالتها. هو الحديث جميل ومنظمه سامي بعديد اهدافها القيمه واللي فعليا بدات تظهر ملموسه على ارض الواقع، لكن نسبة لضيق الزمن احنا نتمنى نلتقي بك في مساحات تالية ونستفسر عنك بتوسع اكثر عديد المشاريع المستقبلية. هو ده المحور اعتقد اللي حتختم به انت يا محمد. سألتيها جاوبيني انا طوال. انا قبل الحلقة سألتك عن انه اذا في حاجة انت حابة تقوليها المشاهدين يتابعوها وحابة توضحها كرسالة يعني توصليها. طيب حقول اول شيء المشاريع بتاعت سامي وبعدين حقول الكلمة مني انا روح. تفضلي. المشاريع اللي هسه شغالين فيها لسه مواصلين مع فريق سامي، ما حنوقف وحنلعب فيه حتى حنواصل ونلعب برا السودان وفي كل الولايات ان شاء الله. ثاني حاجه من الحاجات اشتغلناها في السلام اللي هي كانت حاجه فريده انه منظمه سامي رسلت واحد من افرادها شارك في مراسم التوقيع في جوبا اللي هي كانت المنظمه الوحيده الطوعيه اللي قدرت تمشي لحد جوبا، وكان ده برضه من نفقاتهم الخاصه انه رسلوا الزول تكاليف السفر. عندنا من المشاريع اللي هو عندنا هسه مبادره اسمها مبادره فسيله. المنظمه هي ما بدي يعني اي مبادرات ثانيه برا المكاتب بتضمها برضه مبادره فسيله. هي مبادره برضه جايه من اهداف التنميه المستدامه هي الحفاظ على الغطاء النباتي. بنقوم فيها بتوزيع عدد من الاشجار لقطاع المدارس الأساسية الحكومية. إنه كان لاحظ إنه مدارس الأساسية الحكومية كلها بتكون يعني الشفع بيكون حايمين في الحر. فكان إنتم حاجة مفيدة. نديهم أشجار وقول لهم إنه ده فصل فلاني فصل فلاني إنتوا دي شجرتكم وإحنا حنجيكم بعد سنة وحنشوف الشجرة بتاعت أي فصل أكبر. تاني عندنا شغل برضو في المكتب بتاع تجاع المرأة إن شاء الله في الفترة الجاية شغل كثير. الله يوفقكم إن شاء الله ويحقق كل أهدافكم. والكلمة الأخيرة معك. طيب انا رؤى احمد العبيد. تفضلي. اي فدي الكلمه مني انه انا اصلا انا يعني ما تعرفنا الاول انا طالبه في كليه الطب جامعه الخرطوم المستوى الثالث. فالناس انه بتقول الفكره بتاعت انه الحياه كلها اتجاه واحد القرايه بس، يعني اي زول بيقول انت طالبه في كليه الطب خليك من الفارغه اقعدي في قرايتك ركزي مع قرايتك الطب ده بس. فانه الحياه ما بس قرايه، انه الحياه انه في منظمات كثيره. يعني انا ما سامي بس، في منظمات ثانيه، في منظمه ثانيه اسمها جيل ايجابي شغاله معاهم، منظمه دعم المرضى، منظمات كثيره. العمل التطوعي ده يعني غير اجره في الدنيا. الفكره انه ترسم ابتسامه في زول، انه توصل فكره، تساعد فئه مستضعفه، يعني الاثر اللي بيدخل نفسي فيك اكثر من كده. بالضبط كده. يعني انا بشجع اي زول يسمعني هسه انه ما بس يخلي حياته في القرايه والشغل، يساعد يعني. وبلقى في منظمات شغلها بسيط يعني ما شغلها كثير وكده، فيدخل يعني هو بيدخل براه والمرحله الجامعيه هي مرحله جامعه لكثير من ال من الحاجات اللي احنا ممكن نقول هي جميل. خلاص. يعني انا فخوره جدا بك انت بعد اذنك يا محمد، انك انت شابه وفي بدايه عمرك وناجحه ومتفوقه في مجال العلمي والعملي وفعاله في المجتمع، وانت بتكوني زي المصباح المنير لكثير من البنات اللي عندهم من الطاقات اللي يقدروا يفرغوها في المنظمات الطوعيه او عمل الخير بالطريقه الصح. شكرا لحضورك استاذه رؤى، سعدت بك جدا. شكرا جزيلا لكم. ضيق الزمن هو ما اسعفنا في انه نعرض كل نشاطات منظمه سامي الخيريه،
وانا كنت عارف انه منظمه سامي الخيريه عندها عدد كبير جدا من المشاريع، يعني احنا قعدنا معاها ساعه كامله ما حنقدر نوفي كل المشاريع، وهي طبعا مشاريع مميزه، وانا قبل سالت عن انه انتم بتعملوا شنو مميز، وهي برضو ورتنا من حياتها المميزه. ان شاء الله حنكون معاهم في مساحه ثانيه وافره، وان شاء الله حنعمل لهم تغطيات من خلال القناه ونقرب منهم ونشوف الشباب ديل هم بيعملوا في شنو. شكرا روى احمد العبيد منظمه سامي، شكرا متابعينا لمتابعه فقرات هذه الحلقه من ام درمان اليوم، سعدنا جدا بهذه الاطلاله، وشكرا لفريق عمل يوم السبت، مخرجين مصورين مهندسين صوت معدين، شكرا كل الطاقم، شكرا لك يا محمد لرفقتك ولكل الطاقم العامل معنا من التصوير محمد عبد الله وسيف وفي الصوت اشرف سنبل او شرف سنبل اللمسات الابداعيه، بالاضاءه كمان معيز وكل الطاقم العامل معنا، وكل التحايا للزميله الجميله اللي دائما هي ما بتزين مساحاتنا بالضيوف المليانين بالجد، يعني شكرا لها الزميله ليلى محمود، وفي الاخراج ياسر حبيب، وخالص تحياتي انا راويه مهدي ومحمد باش، الى اللقاء، مع السلامه.